صيحة جديدة في عالم الجمال تتصدر وسائل التواصل الاجتماعي بملايين المشاهدات. أداة الغمازة أو صنع الغمازات، قطعة صغيرة بسيطة تشبه الملقط ويتم وضعها على الخد من الداخل والخارج للحصول على شكل الغمازات. في تأثير مؤقت لهذه الأداة جعلت الكثيرين يتساءلوا عن مدى جودتها وعن أضرارها مثل الندب ونخر الجلد. مرحبا معنا في الاستوديو بالدكتور عادل قطينة، استشاري جراحة التجميل. يسعد صباحك يا دكتور. صباح الخير. أول شيء خليني أسألك، ما رأيك بهذا الترند؟ هل بالفعل في أداة نستطيع أن نحطها وتطبع لنا غمازات أو تصنع لنا غمازات ونحن ما عندي أي فكرة عن الأداة، بس إن موضوع الديمبل كرييشن أو صنع الغمازة شيء قديم. هذا يعني شيء قديم؟ إي صار له الحين، يعني كان فيري تريندي، ترند كان 15 سنة تقريبا شيء مظبوط. اللي هو عن طريق التجميل، عن طريق التجميل بيعمله يا من الخارج يا من الداخل. عبارة عن ماذا؟ عبارة غرزة عن نخر غرزة او استئصال عن طريق بانش بايبسي، استئصال شوية من النسيج الداخلي بحيث انه يصير في تليف وتحصل هذا الخلل. ايوه علشان بيحصل. طيب زمان حتى احنا شفنا الفيديوهات من ايام ابيض واسود قديمه متداوله انه كانت تباع هذه الاجهزه لصناعه الغمازات. طب انت برايك هل هي بالفعل؟ لا لا طبعا لا، ما هي فعاله. لا 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 أكيد. مستحيل. اكيد لازم يكون عن طريق عمليه جدا. طب حضرتك كاستشاري تجميل، هل تستطيع ان تميز وتفرق بين الغمازه الحقيقيه والتجميل؟ انا بالنسبه لي طبعا اكيد، انا بالنسبه لي شخصيا I don't like دمبل كرييشن، والايش اعتقد ان الغمازه الطبيعيه هي اجمل واكثر أجمل واحلى وطبيعيه وما تكون موجوده اساسا، يعني بس لما يضحك الشخص يضحك تطلع الغمازه تبين. طب قول لي انا غمازتي حقيقيه ولا صناعيه؟ تبيني يعني على الهواء مباشره الهواء يعني؟ تقيمني وتقول لي الحقيقه. قول لهم الحقيقه، هم انا عارفه هم. اقول لهم هم عارفين ولا ما عارفين؟ هم مشككين. اي اوكي مشككين. يعني لا مو طبيعيه. انا مو طبيعيه؟ على اي اساس استندت؟ اذا كانت اللي مو، انا بقول لك الغمازات الغير حقيقيه نعم. حتى الواحد لما يكون ساكت تطلع. صحيح. انا ساكته ما تطلع، لكن لما نضحك ما تطلع. حقيقيه ولا مصمم غير حقيقيه؟ هذا راي شخصي. طب ليش ابغى اعرف؟ أقول لك الحقيقة، أنت ثاني دكتور صراحة استشاري تجميل يقول لي إنه غمازتي غير حقيقية. قد يكون، أنا أقول شغلة، أنا ما راح. على ماذا استند؟ لا لا لا، أي أساسنا على المل يعني. نعم. قد تكون حقيقية. ما راح أقول 100%، بس اللي سويت فيها جدا شاطر، بحيث إنه يعني it's hit and run. hit and run يعني قد تكون تضبط 100% perfect، بحيث إنه لما المريض ما يضحك أو ممكن إنه تكون وبعدين ما يضحك تطلع. إيه ممكن تطلع. ممكن. بس my own personal experience إنه لا، غالبا شكلها مصطنع. فإذا كانت غمازتك غير طبيعية فهي perfect. هي حقيقية طبيعية، عشان كذا ما هي موزونة، واحدة أكبر من واحدة ومختلفين عن بعض. يمكن لو كانت صناعية نعم حتلاقيها مثالية أكثر. أنا دحين ورطتني يا دكتور. طبيعي. لا لا لا، لازم أوري المشاهدين صوري وأنا صغيرة عشان يتأكد إنها حقيقية. سحبت كل كلامي. طبيعية. طيب يا دكتور، خلينا ناخذ رأي الناس في هذا الموضوع على الفيسبوك. سألناهم هل تعتقدوا إن الغمازات تجعل الإنسان أكثر جمالاً؟ علاء علي رأيه يقول على حسب شكل الوجه. أما محمد فيقول الإنسان جميل بطبعه، ولكن مع الغمازات يصبح أكثر جمالاً. رؤى جمال تقول لا، بس مذيعتكم ريم هي أصلاً جميلة والغمازة زادتها جمال. شكلك رؤى يعني برضو تقولي من الناس اللي أنا مسويتها، بس والله ده. سحر عبد الحليم تقول أتفق معها الكثيرين، والتعليق كان نعم تجعل الإنسان أكثر جمالاً. تخيل الدكتور، أنا صغيرة ما كنت أشوف إنها شيء جميل. يعني الناس لما كانوا يقولوا لي حلوة كنت أشوف إنه تشوه في الوجه، كنت أشوف إنه حاجة ما هي حلوة في الوجه. نعم. فكنت أمتنع إني أضحك.
So you're lucky, لا you're lucky. No. Yeah. طيب الإقبال عليها كثير يا دكتور؟ سواء هذه في السابق قاعد أقول أنا أذكر من 15 سنة 20 سنة كان إيه. الآن؟ الآن العودة إلى الجمال الطبيعي أكثر؟ مو شيء، أنا شخصياً أرفض لأن at least in my hands ما أقدر أسويها طبيعية، وعمري ما شفت أمازة طبيعية. ما أعتقد إنه شيء جميل إن واحد يكون ماشي وحفرتين موجودين على بنا طول الوقت. طول وقتي طول وقتي. طيب اوكي دوري اوكي. طيب دكتور في الكويت طبعا هناك متحف لك وهو متحف قطينة الطبي، يحتوي على مجموعة نادرة من الأدوات الجراحية والطبية الأثرية واللي تعود أحدها لسنة 1816، ويوفر صورة للتحديات التي واجهها الممارسون الطبيون على مر التاريخ. صحيح. نعم. شوف طيب خليني أسألك يا دكتور عن هذا المتحف اللي جمعت فيه أندر الأدوات الطبية. أول شيء كيف بدأ معك هذا الشغف وليه فكرت بهذه الفكرة؟ الشغلة بدأت عفويا، يعني كنت طالب من زمان أيام دراسة وشي، ورحت شفت قطعة في سوق وشريتها، كانت الخداش تعتبر قطعة شي يطلع منها شفرات تجرح الجلد تسيل الدم، يصير في توازن في الـ في الـ في السوائل في الجسم وتعود للمريض صحته. هذا الاعتقاد الخاطئ اللي كان هذا زي الحجامه تقريبا يا يعني قريبة منها. اي بس بعدين شفت ان الموضوع صار جدي، وبدأت فعلا يعني كل مكان اروح له، كل بلد اروح لها دور السوق الاثري والانتيك ستورز اساس دور الامور هذه. وبعدين مع تقدم طبعا الانترنت وشي صار سهل الواحد يقتني الامور هذه، فصار عندنا تقريبا 400 500 قطعه في المتحف. بس هذا مكلف ماديا ايضا، حتى يعني مو بس شراءها، الاهتمام بها، الاهتمام بعضها خاصه الكتب القديمه اللي 400 500 سنه من مكه ومش عارف ايش، هذه حتى الاضاءه عليها لازم تكون فيري سبيسيفيك وشيء مزبوط. يعني طيب ايش هي اندر قطعه؟ احنا شفنا يمكن تاريخها يعود لعام 1800 وشيء. لا في عندنا اقدم اي في عندنا في قطع يعني من حفريات بايران تقريبا 1000 سنه طلعت ادوات مثل أكواب حق المديسن والدواء والأمور هذه. بس هم في عندنا وايد قطع نادرة، تقريبا مثلا سماعة الطبيب من أول 20 سماعة في العالم، يعني عندنا حق واحد فرنسي من 200 سنة. طب إيش هي أغرب قطعة تم استخدامها في العمليات الجراحية زمان؟ يعني إنه الآن مستحيل مثلا الجراحين طبعا الحين في أغرب في شغلات، هذا الجميل في إن الإرث الطبي هذا إنه يرجعك شلون كان الطب وشلون أساسا نحس إحنا شلون تقدم قيمة التقدم. كان في شيء اسمه بيرفوريتر مثلا بيكون وحدة حامل وبتولد بس ما تقدر لأن حجم البيبي كبير، فطبعا ولادة متعسرة طبعا، وما كان عندهم الملقط مال بقط، فكان عندهم أداة اللي يسمونها بيرفوريتر مثل سهم كذي يدخلونه وانت سألتي صح؟ فتكرشز جمجمة المريض. اوف جمجمة الطفل طبعا اي اساس لإنقاذ حياة الأم. عليك نور يا هذا يا هذا. لا الحمد لله انه الطب تطور كثير يا دكتور، ولكن على الجانب الآخر أنت أيضا مهتم بالسيارات. طبعا كل السيارات القديمه الكلاسيكيه أم الجديده بوث اثنينهم عندك برضو مجموعه من السيارات. اندر سياره واقدم سياره ما هي اقدم سياره عندي؟ اللي هي شو اسمه ال 300 اس ال جولوينج مرسيدس 300 اس ال. احنا بنشوف ما شاء الله يعني دكتور كيف تجد هذا الوقت ما بين هذه الهوايات وبين ممارسه الطب؟ عندنا ما عندنا شيء ثاني الا السيارات والشغل بس. يعني جميل جدا هذا الاهتمام وهذا التنوع، ان شاء الله كمان نجي نزورك ونشوف المتحف ونشوف هذه السيارات النادره. شكرا لك دكتور عادل قطين استشاري جراحه التجميل، شكرا لوجودك معنا اليوم.